السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أمر الإنسان كله غريب ومو غريب أغريب إذا أردنا أن نقول كلمة لعلها تنطبق إلى واقع الإنسان. من ابتداء خلق الإنسان مو نحن وإنما علماء العالم الذين وصلوا إلى شيء من تشريح جسم الإنسان وأدواره الجنينية ونموه واكتماله ثم خروجه إلى عالم الدنيا ثم نموه إلى الشباب ثم هبوطه إلى الشيخوخة ثم موته، خطوة فخطوة من أغرب الأشياء. الآن نمثل الله الذي خلقكم من ضعف، نمثل مثال بسيط وأمام كلنا هذا المثال، وهو أنه هذا البناء اللي احنا قاعدين فيه، هذا البناء تعلمون من كم مكان جمع حتى صار هذا الشيء؟ من مكان الحديد، لعل الحديد الموجود في هذا المكان من مناجم إفريقيا، ومن مكان مراوح، لعل المراوح من يابان، ومن مكان تليفون، لعل التليفون من أمريكا، ومن مكان مكبرة، لعل المكبرة من إنجلترا، ومن مكان زولية لعلها من إيران، ومن مكان السمنت لعلها من العراق، ومن مكان ألمنيوم لعلها من مثلا لبنان، وكذلك أكونديشن. وكل جزء جزء أحيانا تجد فرد بناية عادية متواضعة كهذه البناية من 100 دولة. أما أنه هل سامعين أو يسمع أحد؟ هذا مما يقول العلم إنه من أغرب ابتداء الإنسان، والذي العلماء متحيرون في هذا الابتداء المدهش الذي لا نظير له أبدا، وهو أنه هل سامعين نجيب فرد طابوقة الطوابيق أجر لبنة، نخلي هذه اللبنة إحنا ونجيب فرد لبنة ثانية ونخليها يمها، هل لبنتان تتفاعلان؟ وهل لبنتان تتكبران تكبران؟ وهذه اللبنة تصبح حائط وتصبح حديد وتصبح ألمنيوم وتصبح تليفون وتصبح مكبرة وتصبح أوكنديشن وتصبح دفاية وتصبح لامب كهربائي وتصبح زولية وتصبح كرسي. سامعين هذا الشيء يصير؟ الإنسان ابتداؤه هالشكل وأغرب من هالشكل. هذا مثال صغير كان. شلون؟ بويضة الرجل وبويضة المرأة لبنتان، هل لبنتان تتلقحان؟ في قصة طويلة أيضا، طويلة وطويلة ومدهشة. تتلاقحان هالبويضتين، لما تلاقحتا هالبويضتين هذا منشأ الإنسان بكل أجزائه وأعضائه. يعني هل بويضتين اللتين تتلاقحان، هاي قسم منها تصبح دم، وقسم منها تصبح عظم، وقسم منها تصبح لحم، وقسم منها تصبح شرايين، أورده، قلب، كبد،
كلية، رئة، معدة، اثنى عشرية، قولون، شعر، بشر، عين، أذن، خشم. مدهش مدهش. شنو سوى هالشكل؟ أكبر علماء العالم ما كان يسوي هالشكل شيء. مو يسوي هالشكل شيء دقيق، لا حتى البناية يصنعها من أجر فقط. يقسم الأجر على أقسام، قسم كونديشن وقسم بانكا وقسم مروحة وقسم مكبرة. وثم في داخل جسم الإنسان، هذا الإنسان الجالس هنا والمتكلم الإنسان السامع، ملايين الملايين من الكيفيات والألوان والخصوصيات. الطفل كلنا شايفين يشرب اللبن، هذا اللبن نفسه يصل إلى هنا يصير أسود، يصل إلى هنا يصير أحمر، يصل إلى هنا يصير حنطي، يصل إلى هناك يصير أصفر، يصل إلى هناك يصير أزرق. يعني مكائن في داخل الإنسان، مكائن التلوين. هذا شيء أيضا شايفين. فرد واحد سابقا كان عندنا في كربلاء وهنا عم يقيم، كان هذا الشيء يسموه خمر إنجليزي. الحباب الكبار كانت هذه الحباب يخلو فيها لون، لون أحمر. هذا اللون الأحمر يريدون يلونون الثوب، يخلون الثوب في هذا الشيء، هذا يطلع أحمر صح. أما خلوا فيها فر الثوب طلع أحمر، وفر الثوب طلع أصفر، وفر الثوب طلع ماوي، وفر الثوب طلع أزرق، وفر الثوب طلع بنفسجي، وفر لون واحد في هالخم. المصاير هذا الحليب اللي الطفل يشرب، وحتى أتو غاندي كان يشرب حليب الآن مات، حليب معه صخلته قصة مشهورة بالنسبة إلى غاندي، هذا يشرب حليب على طول الخط. شنو اللي يوصل الحليب الى هنا؟ فورا يصير اسود، هنا فوق ما يصير اسود، تحت ما يصير اسود، هنا يصير اسود. ويوصل الحليب الى هنا يصير ابيض، سلامنا عليكم، يعني الاسنان. ويوصل الى هنا يعني الشفاء يصير احمر. هذن هنا في كل مكان اكو مكائن خاصه، مكائن التلوين. اللون الواحد يبدله الى اي مكان بلونه اجلكم الله. فرد مدة كان علماء الغرب والتشريح متحيرين في أن البرازة هذني أشياء إحنا هيك عادي نتلقاها ونقولها ونسمعها ونشوف. أكو في الحديث أنك إذا ذهبت وأني إذا ذهبت إلى بيت الخلاء ورأيت التغوط، أجلكم الله الخروج، الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية وأخرجه مني خبيثا في عافية. يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها. هاي مستحب شرعا من رسول الله حديث أكو. أي إنسان في وقت التغوط يقول هذا. علماء الغرب إحنا خوب كتبنا قرأنا دعينا إيش شو عاد. علماء الغرب إجوا في أنه هذا الخروج مصورين تصور أنه لماذا تشربون حليب نفس اللون على الأغلب، تأكلون طماطم نفس اللون، تأكلون تمة نفس اللون، شنو هذا غير لونه؟ وفرد لون خاص أصفر خاص على الأغلب. هذا درسوا عليه دراسات عجيبة. بعدين تبين أنه في جدار المعدة أكو ملايين المكائن لملايين الأشغال، من جملة أكو ماكينتان، ماكينتان إحدى الماكينتين الغذاء أي لون له يأخذه، ما يخلي هذا اللون. لون أبيض يأخذ الأبيض، لون أحمر طماطم يأخذ الأحمر، لون أسود شاي أسود يأخذ لون الأسود. أي قسم أكل إنسان يأكل أو شراب يشرب، شراب بنته، شراب عصير، أي لون أكو مكان خاصة في جدار المعدة منصوبة يأخذ هذا اللون. وأكو مكان أيضا يعطي لون أصفر، هذا الشيء البسيط اللي أصلا لا يلتفت إليه بمليون إنسان ما يلتفت له ولا واحد.
انتوا كنتوا مفكرين قبل هذا، وحتى انا قبل ما اقرا ما كنت افكر اصلا لماذا هذا على طول الخط فرد لون. ما يفكرون. الشاهد في انه شوفوا هذا الشيء العفن اللي يطلع ويروح. ما الخصوصية هل شخص يكون يوم أحمر يوم أحمر، لكن هذا يوجب وحشة الإنسان ودهشته نفسيا. إذا طلع خروج الإنسان ملون يوجب دهشته ووحشته. ولهذا الله تعالى خالق فرد مكينة، هيش مكينة كاعتباطية في نظرنا الابتدائي، هذا أي لون للغذاء يأخذه، واللون أصفر جديد يعطيه، وأصفر هم فاتح مو أصفر كلش غامق يعطيها صوره في أمان. ولذا أقول في الحديث من المستحب في الحقيقة شوفوا هالدعاش دون إنسان يعرف قدره وقت اللي إنسان أكله. هسه أكو هنا مئات الأشياء، لكن هذا شيء بسيط منها أنه الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية وأخرجه مني خبيثا في عافية. يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة. ثلاث مرات الإنسان المستحب يقول الكلمة، يعني هاي فرد نعمة جدا عظيمة. هذه النعمة اللي مو التفت إليها أبدا أبدا، لا يقدر القادرون قدرها. الإنسان ما يقدر النعمة. وعلى هالمعدل الله الذي خلقكم من ضعف خلية حية صغيرة، الخلية الحية للرجل والخلية الحية للأنثى، والتي تسمى ببويضة والتي تسمى ببويضة أيضا، البويضتان تتلاقحان. ومن العجيب أنه هالبويضتين اللي تتلاقحان، وإلى اليوم أكبر علماء الغرب متحيرين في هذا الشيء. أنا وزوجتي، أنت وزوجتك، نريد ولد نريد ولد نريد ولد، ندعو ننظر كل شيء، بنت طلعت، من سواها بنت. بعدين ما نريد ولد، طلع بنت أو ولد. من سوى ولد خلق؟ أي ميزان إلى اليوم متحيرين. الولد والبنت يقولون السبب أن غلبة بويضة الرجل على المرأة يسبب الولد، بويضة غلبة المرأة بويضة المرأة على الرجل يسبب الأنثى. لكن شنو اللي يغلب هذا مرة على هذا وهذا مرة على هذا؟ أي ميزان موجود؟ إلا هو إلى اليوم اللي أنا أتكلم في كتبه يقولون، يقولون من أدري شنو الميزان. ميزان شباب الرجل ماكو، ميزان حالته النفسية ماكو، ميزان أكله المقوي ماكو، ميزان تخيله في حالة العمل ماكو، ميزان حبه لهذا الشيء ماكو. أي ميزان ما وجدوا له أنه شنو صار السبب. أبويا راد ولد طلع بنت، أبويا راد بنت طلع ولد. شنو الميزان؟ يعني ميزان الابتدائي شنو؟ هسه الله تعالى يريد هذا الشيء، وشي واضح هذا في منطقنا نحن المتدينين. لكن شنو الميزان العادي؟ شنو الميزان الطبيعي؟ مثلا الميزان الطبيعي نبذر البذر يطلع حنطة شعير كذا شيء، هذا الميزان الطبيعي، ولو أن الله وراء ذلك هذا لا شك فيه، لكن هذا ميزانه الطبيعي. أما ميزان الطبيعي لأن يطلع ولدا أو بنتا ما واجدين لهذا، ما واجدين إلى اليوم ميزان أنه يطلع فرد ولد ذكي فرد ولد مو ذكي. أب وأم وفي منطقة وأكلهم فرد شكل وعملهم فرد شكل، فرد ولد من أولادهم ذكي ذكي ذكي، فرد واحد خبر خبر ما يفهم كل شيء. حقيقة يعني عجيب شيء. وثم عناية رعاية حليب أكل ممتاز هدوء يطلع ولد عادي. في الريف من الصبح لليل يركض وراء البقر، وأكل مو طيب وجوعان وعطشان وشي، يطلع ولد ذكي من أذكى ما يكون. شنو صار هذا؟ أذكياء العالم إذا تعدوهم تشوفون هذول أصلا ما إلى أي ميزان في العالم. قول أبو عالم يطلع ولد ذكي مو دليل، قول أبو تاجر يطلع ولد ذكي مو دليل، قول أبو كاسب يطلع ولد ذكي مودل، قول أبو ريفي يطلع ولد ذكي مودل، أبدا. شنو هذا؟ يأتي إلى شيء آخر، أخلاقه، أخلاق الأولاد.
شنو القسم من الأولاد؟ طبيعي أنت ولدان في البيت، واحد منهم ضحوك وواحد منهم عبوس. شنو سموا هذا الدائم هالشكل وهذا يلخط كله؟ إخوتنا أولادنا كل واحد مجرب. بناتنا فلد واحد بنت عاطفية إلى أبعد الحدود، فلد بنت خشن مع العاطفة. شنو هذا غيره؟ في الحقيقة يقولون علماء الغرب، يقولون علماء التشريح وما أشبه، يقولون من أغرب أشياء العالم قصة الجنين، ومو قصة الجنين خطوة وخطوتان وعشرة وعشرين ومية، يقولون أي خطوة بمليمتر من أحوال الجنين شيء هائل وعجيب. يعني أن العلم لم يتمكن يخضع، تمكن العلم أن يخضع الفضاء، وتمكن أن يخضع القمر، وتمكن أن يخضع المريخ، لكن لم يتمكن العلم أن يخضع العلم بأحوال هذا الجنين الموجود في الرحم، والذي هو موجود وموجود وينمو وينمو، ويومية بالملايين من هالمكان تطلع هذا الولد. شفت في الولايات المتحدة الأمريكية في إحصاء أن يوميا 200,000 جنين يطلع، يعني 200,000 ولد يوميا. الشاهد أنه حتى لنا 50,000، حتى لنا 10,000. شاهدنا أنه مكائن الله تشتغل يوميا عشرات الألوف في العالم تطلع من هذا الشيء. وكما قال الوزير، وزير التموين يريد كل شيء، يريد النوم ويريد الراحة ويريد اللباس ويريد الأكل ويريد الكونديشن ويريد الحليب، يريد كل شيء بعد طبيعة الحال. الله الذي خلقكم من ضعف، هاي ولو فرد كلمة عابرة إنسان يقراها في القرآن الحكيم، لكن إذا أردنا أن نعرف خلقكم، تدعونا عن كلمة من ضعف، هاي كلمة ثانية. الله الذي خلقكم من ضعف، خلقكم، إذا أردنا أن نشوف خلقكم يعني شنو، أكبر العلماء في وقت وصل العلم إلى فرد مكانات جدا رفيعة يظهرون عجزهم الكامل على أنه كل خطوة لا نعلم شنو السبب وأنه شنو المؤثر وكيف هذا وشنو التغيير، ما هو هذا كل شيء. الله الذي خلقكم من ضعف، وبعد الضعف يأتي دور القوة، ثم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، الله تعالى قوانا وتقوى أيضا له بعد أفضل. ونسأل الله التوفيق لمن يحبه ويرضى.